فضيلة الشيخ، هذا السائل من الباحة يقول: فضيلة الشيخ، كثر الكلام عن زواج المسيار، ولكن هذا الزواج إذا اكتملت شروطه ما حكم الشرع في نظركم فيه؟ من ناحية العقد إذا تكاملت شروطه هو عقد صحيح، لكن هذا الزواج لا تتم به المصالح الزوجية، لا يحصل به السكن بين الزوجين، ولا يحصل به قوامة الزوج على زوجته في بيته، ولا يحصل به تربية الأولاد عند أبيهم ليكونون تابعين لأمهم. وهذا النوع من الزواجات إنما لجأوا إليه لما جاء عمل المرأة، توظيف المرأة ودخولها في تجارة والأعمال التي أخرجتها عن بيتها، فهي لا تريد الارتباط بالزوج ولا تريد الارتباط ببيت الزوج، وإنما تريد أن تكون طليقة تذهب إلى حيث شاءت. هذا وإن صح شرعا من ناحية العقد، إلا أنه لا تتم به مصالح الزواج المطلوبة، وأنا أنصح بترك هذا الزواج. نعم.